الحب مش مجرد كلام رومانسي او مشاعر او هدايا وبس. الحب اللي بجد لما الشخص اللي معاك يسد كل الفراغات اللي جواك ويعوضك عن كل اللي فقدته وكل لحظة حزن مريت بيها وكل احساس صعب حسيته في يوم من الايام. سعادتك تبقى من اولوياته، يصون العهد اللي بينك وبينه ويحفظ قلبك من اي جرح او خدش، لان الحب اصلا هو احساس بالامان والدفء، كانك بعد مشوار طويل قوي اخيرا وصلت البيت. ابعتها له.